بيبدأ الفيلم مع الضابط المتقاعد ويل، وبنعرف أنه عاطل عن العمل من 6 شهور، وأن مراته إيمي مصابة بمرض خطير ولازم تعمل عملية في أسرع وقت وإلا هتموت. لكن بسبب حالتهم المادية السيئة، ويل مش بيقدر يتحمل تكاليف العملية، فبيتواصل مع شركة التأمين وبيحاول يخليهم يعملوا العملية لمراته. وبتعرفوا الشركة أن التأمين بتاعه انتهى من فترة، وعشان ويل يطمن إيمي بيكذب عليها وبيقول لها أن التأمين وافقوا يعملوا لها العملية. وبعدها بيلبس وبيعرفها أن عنده مقابلة شغل جديدة، فبتشجعه إيمي وبتطلب منه ما يشتغلش مع أخو داني أبداً ولا يتواصل معاه. فبيطمنها ويل وبيأكد لها أنه مش هيعمل كده، لكن أول ما بيخرج من البيت بيتصل بأخو داني وبيروح له فوراً. وبنعرف أن أبو داني كان مجرم ورئيس عصابة كبير، واتبنى ويل وهو صغير لأنه كان يتيم ورباه مع داني لحد ما كبر. وفي نفس الوقت ده سكوت وكيم المسعفين بيكونوا في طريقهم لحادثة عربية على الطريق، بعد ما جالهم بلاغ أن في طفلة اتصابت إصابات خطيرة. وفعلا بيوصلوا لمكان الحادثة، وبتروح كيم عشان تطمن على حالة الطفلة، وبتكتشف ان حالتها حرجة جدا ومش بتعرف تعالجها لانها نزفت كمية دم كبيرة، فبتاخدها لعربية الاسعاف عشان تتنقل للمستشفى. وبعدها بيوصل ويل لشركة حراسة العربيات الغالية بتاعت اخوه داني، وبينبهر ويل بعدد العربيات الكبير وانواعهم الغالية جدا والنادرة. وساعتها بيوصل داني وبيسلم على ويل وبيحضنه، لأن بقالهم فترة كبيرة ما شافوش بعض بسبب خلافات بينهم على طبيعة شغل داني، لأنه قرر يبقى مجرم زي أبوه. وبيتكلم ويل مع داني وبيحكي له عن مرض مراته، وبيعرفه أنه محتاج مساعدته، لأن شركة التأمين رفضت تعمل له العملية لما عرفت أنها هتتكلف 231 ألف دولار، لأن دي تكلفة عالية بالنسبة لهم. فبيعرض عليه داني أنه يديله أكتر من اللي هو عايزه. وفجأة بيجي ولس المساعد بتاع داني وبيبلغه ان كل حاجة جاهزة. وساعتها ويل بيعرف ان داني بيجهز لعملية سطو على بنك فيدرالي، وانه هيسرق منه 32 مليون دولار. وبيعرض داني على ويل انه يشارك معاه في العملية لانه سواق محترف، وفي المقابل هيديله مبلغ كبير جدا وهيعمل العملية لمراته وهيأمن مستقبل عيلته. وبيعرفه انها عملية استثنائية وبيأكد له انه هيبطل بعدها، ولكن ويل بيرفض وبيفهمه انه مش محتاج غير المبلغ اللي قاله عليه، وانه هيردله المبلغ تاني لما وضعه المالي يتحسن. لكن داني بيعرفه انه مش هيقدر يديله المبلغ لانه اشترى بكل فلوسه اسلحة ومعدات للسرقة. وبيحاول داني يقنع ويل انه ينضم ليه، وبيعرفه انهم مش هيستخدموا الاسلحة ومش هيأذوا بيها حد. وفي النهاية بيضطر ويل يوافق عشان يعمل العملية لمراته. وفي نفس الوقت ده بيتكلم الضابط زاك مع زميله مارك، وبيحكي له عن البنت اللي هو بيحبها، وبيعرفه انها شغالة في البنك الفيدرالي، وانه لحد دلوقتي ما صرحهاش بحبه. فبيقرر مارك انه ياخده ويروح البنك دلوقتي حالا عشان زاك يصرحها بحبه. وفي نفس الوقت ده بيكون داني وعصابته في طريقهم للبنك، وبيبان على ويل انه متوتر جدا وخايف لانه اول مره يعمل كده. وفعلا بيوصلوا للبنك وبيقتحموه من ناحيه الجراج، وبيتنكروا في لبس موظفين البنك وبينجحوا فعلا انهم يدخلوا. وبعد لحظات بيوصل زاك للبنك وبيكتشف انه مقفول، وبيخرج له داني على اساس انه مدير البنك. ولما بيسالوا زاك هم ليه قافلين البنك في وقت العمل، بيعرفوا داني انهم بينقلوا فلوس وانهم قافلينه زياده امان. فبيتحجج زاك عشان يدخل يشوف البنت اللي بيحبها، وبيقول لداني انه عايز يفتح حساب توفير، فبيضطر داني انه يسمح له يدخل. ووقتها رجال داني كانوا في كل مكان وموجهين الاسلحه في اتجاه الموظفين عشان يجبروهم يتعاملوا بصوره طبيعيه مع الضابط. وبيروح زاك للبنت اللي معجب بيها وبيعترف لها انه بيحبها، لكن بيلاحظ انها متوتره وخايفه وبيحس ان في حاجه غلط، وبيحاول يطلع سلاحه، لكن داني بيظهر من وراه وبيعرفه انه لو عمل اي حاجه هيقتله فورا هو والرهاين. وبيأمره يشاور لزميله بره ان كل حاجه تمام عشان ما يحسش بحاجه. وفي نفس الوقت باقي العصابه بيوصلوا للخزنه وبيحطوا الفلوس في الشنط. وبعدها بيقلق مارك لان البنك مقفول وزاك اتاخر جوه، فبيكلمه على اللاسلكي لكن زاك مش بيرد عليه. وفجاه بيشوف واحد من العصابه وهو مصوب سلاحه في اتجاه زاك، وساعتها بتدور معركه بينه وبين العصابه، وبيطلب دعم من الشرطه. وبعد لحظات بتوصل قوات الشرطه وبتحصر المكان بالكامل. فبيحاول داني واخوه ويل انهم يهربوا من الباب الخلفي، وبياخدوا معاهم الضابط زاك رهينه. وبسبب اللي بيحصل بيتصاب سواق العربية بتاعت العصابة وبيموت. وفي نفس الوقت ده بتيجي أوامر لكيم وسكوت إنهم يروحوا للبنك فورا عشان لو حصلت أي إصابات ينقذوا الوضع. وبعدها بيوصل داني وويل للباب الخلفي، لكن بيكتشفوا إنه مقفول. وفجأة بيهجم زاك على داني وبيحاول ياخد منه السلاح، فبيهدده ويل إنه هيضربه بالنار لو ما بعدش عنه. ولما زاك ما بينفذش كلامه بيضطر ويل إنه يضربه بالنار وينقذ أخوه، وساعتها بينهار من اللي عمله. وبيفضل داني يهديه وبياخده وبيحاولوا يهربوا من باب تاني، لكن برضه بيلاقوا الشرطه في كل مكان، فبيضطروا يرجعوا للبنك تاني ويفكروا هيخرجوا ازاي. وبيوصل مارك لزاك، واول ما بيشوفه متصاب بيطلب له الاسعاف فورا. وفعلا بتوصل كيم ومعاها سكوت للجراج، وبتحاول كيم انها تسعف زاك وبتفوقه،
وبتدخله عربية الإسعاف لأنه فقد دم كتير جدا، وبتركب له محاليل وجهاز أكسجين، وبتتحرك العربية عشان تنقله للمستشفى. لكن في طريقهم للخروج بيظهر داني فجأة وبيوقف عربية الإسعاف وبيخرج سكوت منها وبيضربه، وبيطلب من ويل إنه يلبس لبسه ويسوق مكانه. وداني بيركب العربية من ورا وبيهدد كيم بالسلاح وبيعرفها إنهم هيهربوا في العربية، وفعلا بيتحركوا بالعربية. وأثناء خروجهم بتقابلهم مجموعة من قوات الشرطة، فبيستخبى داني وبيهدد كيم إنه هيقتلها لو قالت لهم أي حاجة. وبيتكلم ويل مع الشرطة وبيعرفهم إنهم معاهم ضابط مصاب وبينقلوه للمستشفى. ولما الشرطة بيفتحوا باب العربية عشان يفتشوها، كيم بتتعامل معاهم بشكل طبيعي وبتتعصب لأن معاها ضابط مصاب وحالته خطيرة ولازم توصله المستشفى في أسرع وقت، فبيصدقها الضباط وبيسمحوا لهم يمشوا. وبعدها مارك بيشوف سكوت وهو واقع على الأرض وفقد الوعي، فبيروح له وبيسأله عن اللي حصل، وبيعرفوا سكوت إن المجرمين خطفوا عربية الإسعاف وهربوا بيها. وساعتها مارك بيتواصل مع قوات الشرطة وبيبلغهم إن العصابة هربوا في عربية الإسعاف وبيديهم مواصفاتها. وفي نفس الوقت بيوصل ويل لشارع جانبي وبيلاحظ إن في طيارة هليكوبتر تابعة للشرطة طايرة فوقيهم وبتدور عليهم، فبينادي على داني وهو متعصب وبيعرفوا إنهم هيبقوا ظاهرين للطيارة في أي مكان يتحركوا فيه وإنهم لازم يمشوا على رجلهم أحسن. لكن داني بيفهموا إن المسافة لحد العربيات بتاعتهم طويلة جدا وهيبقى خطر عليهم يتحركوا من غير عربية، وبيتعصب عليه ويل وبيقوله إنه هو السبب في كل اللي بيحصل. وبتستغل كيم انشغالهم وبتفتح عليهم طفاية الحريق وبتهرب من العربية بسرعة. ووقتها داني بيوجه السلاح ناحيتها وبيأمرها ترجع تاني وإلا هيقتلها، وفعلا بتنفذ كلامه وبترجع للعربية. ولما بترجع بتلاقي حالة زاك بقت سيئة جدا ولازم يروح المستشفى بسرعة. وفي الوقت ده بيوصل المحقق جاك وبيتكلم مع قوات الشرطة وبيعرف منهم تفاصيل اللي حصل، وبيطمن مارك وبيعرفوا إنهم هينقذوا زميله. وساعتها بيتكلم جاك مع شرطية اسمها زاجا وبتعرفوا إنها قدرت تحدد مكان عربية الإسعاف، فبيأمرها جاك إنها تتابعهم وتبلغوا بأي جديد. وبيتواصل مع قوات الدعم وبيأمرهم يتحركوا لموقع العربية، وبيحذرهم إنهم بيتعاملوا مع مجرمين محترفين فلازم يتعاملوا معاهم باحتراف، وبيأمرهم ما يشتبكوش معاهم لأن في ضابط في العربية. وبتوصل قوات الشرطة لعربية الإسعاف وبتطردهم، وبيحاول ويل إنه يهرب منهم بكل الطرق لكن زاك حالته بتسوء أكتر، وبتحاول كيم تسعفه وبتطلب من داني يساعدها، وفعلا بيقدر زاك يستعيد وعيه من تاني وضربات قلبه بتنتظم. وبعدها بيتكلم ويل مع داني وبيعرفوا إنهم مستحيل يهربوا طول ما طيارات الشرطة فوقيهم، وإن الحل الوحيد هو إنهم يشتتوهم، وبيقترح عليه إنهم يجيبوا عربيات إسعاف تانية شبه اللي معاهم ويخرجوا كلهم من مكان واحد، وساعتها هيقدروا يشتتوا قوات الشرطة والطيارات ومش هيعرفوا هم في أنهي عربية منهم. فبيتصل داني على رئيس عصابة اسمه بابي وبيطلب منه يخلي رجالته يسرقوا عربيات إسعاف من جراج المستشفى مقابل نسبة من الفلوس اللي سرقوها، فبيوافق بابي وبيفهمه داني الخطة بالتفصيل. وساعتها بابي بيبعت ابنه روبرتو مع رجالته وبيروحوا ينفذوا الخطة. وبيتصل داني بالمساعد بتاعه كاسترو وبيطلب منه يستناه تحت كوبري لوس أنجلوس ويجيب معاه بخاخات ألوان. وفي نفس الوقت ده بيبدأ جاك ينفذ خطته وبيستدعي قوات شرطة أكتر، وبيحاصر داني من كل اتجاه بيفكر يمشي منه عشان يخليه ييأس ويسلم نفسه، وخطته بتنجح فعلا. لكن بيتواصل معاه داني وبيهدده انه يبعد قوات الشرطة عن العربية وإلا هيأذي المسعفة والضابط، فبيطلب منه جاك انه يسلم نفسه لكن داني بيتعصب وبيرفض. وفي الوقت ده بيوصل ماركو وبيطارد عربية الإسعاف عشان ينقذ صاحبه، ولما بيقرب من العربية بيشتبك معاه داني وبيضرب عليه نار. وساعتها جاك بيؤمر قوات الشرطة بالانسحاب مؤقتا وبيقول لداني انه هيديله مساحة عشان يتفاوضوا من جديد. ومع الوقت بتسوء حالة زاك اكتر من الاول بسبب كمية الدم الكبيرة اللي بينزفها. وفي نفس الوقت ده بيوصل عميل اسمه كلارك من السي اي اي وبيتكلم مع جاك وبيعرفه خطورة الوضع وبيفهمه انه داني مجرم خطير وان عنده خبرة كبيرة في سرقة البنوك من وهو عنده 17 سنة، وان ابوه كان مجرم خطير جدا وقتل 6 من مديرين البنوك اللي سرقهم في التسعينات. وبيكمل كلارك كلامه مع جاك وبيأكد له انه جه عشان يساعده لانه كان صديق داني وعارف هو بيفكر ازاي. ووقتها بتتكلم كيم مع داني وبتفهمه انهم محتاجين دكتور يقفل الجرح بتاع زاك ويوقف النزيف، فبيطلب منها داني تتصل باي جراح يعرفها تقفل الجرح ازاي، لكن كيم بترفض وبتفهمه انها مش دكتورة ومش هتعرف تعمل كده. ولما داني بيهددها بتضطر كيم انها تتصل بالدكتور كولن خطيبها وبيتواصل مع دكتور جراح عشان يساعدها، وفعلا بيبدأ الدكتور يوجه كيم وبيسألها عن حالة زاك. وساعتها ويل بيطلب من داني انه يسوق مكانه وهو هيساعد كيم لان عنده خبرة بسيطة في الجراحة، وبيبدأ ويل يساعدها عشان توقف نزيف الدم، لكن لسوء الحظ بيكتشف ان الرصاصة جنب الطحال، ووقتها بيوجهها الدكتور بمنتهى الدقة لان الطحال لو انفجر هيموت في اقل من دقيقة.
وأثناء العملية بتتقطع الاتصالات بالدكاترة وبتنهار كيم لأنها مش عارفة تعمل إيه، فبيهديها ويل وبيساعدها وبينجحوا إنهم يوقفوا النزيف وبتنجح العملية. وفي الوقت ده جاك بيعرف إن كيم كانت بتعمل عملية لزاك، فبيتصل بكولن وبيسأله عن حالته وبيفهمه كولن إن المكالمة فصلت قبل ما تخلص العملية وإنه ما يعرفش لو كان الضابط كويس ولا لأ، لكن بيعرفه إن العملية صعبة جدا وإن زاك كان بينزف وحالته خطيرة. وساعتها بيقرر جاك يبدأ عملية الهجوم على عربية الإسعاف ويشتبك مع ويل وداني، لأنه كده كده حالة زاك خطيرة واحتمال يموت، وبيأمر القناصة يستعدوا عشان يقتلوهم، لكن كلارك بيرفض الفكرة لأنه ده هيعرض حياة المسعفة للخطر، فبيتصل بكيم من ورا جاك وبيحذرها إن في قناصة هيضربوا على العصابة عشان تاخد حذرها وتستخبى، لكن كيم بتعرفه إن العملية نجحت وإنهم قدروا يوقفوا النزيف، وبتقول لويل وداني إن في قناصة هيضربوا عليهم. وفي نفس الوقت ده بيحاول كلارك انه يتكلم مع جاك عشان يعرفه ان زاك لسه عايش وان العملية نجحت، لكن مش بيلحق وبيكتشف ان القناصة خدوا امر بالضرب، وبيقدر ويل يتفادى ضرب القناصة كذا مرة، وبيتعصب داني جدا وبيكلم جاك وبيتهم انه مش مقدر خطورة الوضع ومش عايز يحافظ على حياة الرهاين، وعشان كده هو هيثبت له ان الوضع خطير، وبيطلع سلاحه وبيضرب في اتجاه كيم لكن مش بيصيبها عشان يخوف جاك ويوتره، لكن ويل بيفتكر ان داني عايز يقتل كيم فعلا، وساعتها بيحرك العربية عشان داني يفقد التوازن ويقع، فبيروح له داني وبيتعصب عليه وبيدور بينهم قتال، وبسبب اللي بيحصل داني بينده على ويل باسمه الحقيقي، وبيقدر كلارك يعرف ان اللي مع داني هو اخوه ويل، وكمان بيعرفوا ان كيم كويسة وما حصل لهاش حاجة. وساعتها كلارك بيتواصل معاهم وبيتكلم معاه ويل وبيعرفه انه هو اللي هيتكلم معاهم من دلوقتي، فبيطلب منه كلارك انه يسلم نفسه لانه مفيش فايدة وفي الاخر هيتقبض عليهم، لكن ويل بيرفض لانه شايف انه كده كده اتعرف ومش هيفيد بحاجة لو سلم نفسه. وبعدها بتروح كيم لويل وبتاخد منه دم لان زاك فقد دم كتير، وساعتها بتتصل ايمي مرات ويل عشان تطمن عليه، فبيكذب عليها ويل وبيعرفها انه استلم الشغل خلاص، وايمي بتفرح جدا وبتوري له ابنهم الصغير. ووقتها كيم بتتابع اللي بيحصل وبتتأثر جدا وبتتعاطف مع ويل لما بتعرف ان مراته عندها مرض خطير وانه بيعمل كده عشان يعمل لها العملية وينقذها. وبعد فترة بيوصلوا عند الكوبري اللي مستنيهم عنده كاسترو ورجالة بابي ومعهم عربيات الاسعاف، وبيطلب داني من كاسترو انه يبدأ يلون العربية ويغير شكلها. وفي الوقت ده بيتكلم داني مع ويل وبيطلب منه انه يهرب وهو هيكمل لوحده، لكن ويل بيرفض وبيعرفه انه مستحيل يسيبه لوحده. وبعدها بيبداوا ينفذوا الخطه، وبيخرج روبرتو ابن بابي ومعاه عربيات الاسعاف قدام الشرطه، وبتلاحظ الشرطه ان في 6 عربيات اسعاف خارجين من تحت الكوبري ومش بيقدروا يفرقوا عربيه العصابه من وسطهم. وبيفهم جاك ان داني استخدم حيله من حيل الجيش وعمل تمويه عشان يشتتهم، ووقتها جاك بيتاكد ان ما عندوش حل غير انه يطارد الست عربيات. وفي نفس الوقت ده بيتحرك داني واللي معاه بعربيه مختلفه تماما، وفعلا بتنجح خطته، لكن الشرطه بتقبض على كاسترو وبيعرفهم انه مش فاكر حاجه وما يعرفش وصل العربيه دي ازاي. وبيكون روبرتو ابن بابي سايق عربيه اسعاف متحمله بمتفجرات من ضمن الست عربيات، واول ما بيقرب على كمين الشرطه بينط من العربيه وبيفجرها في الكمين. وقتها بيتحرك 2 من رجالته بعربيه فيها سلاح آلي في اتجاه كمين الشرطه، واول ما بيوصلوا بيضربوا نار بشكل عشوائي وكتير على الكمين كله وبيقتلوا عدد كبير منهم ومن ضمنهم الضابط جاك. وفي الوقت ده مارك بيطارد روبرتو ومش بيرضى يستسلم غير لما بيمسكه، وبيدخل معاه في معركه، لكن بيقدر مارك انه يتغلب على روبرتو ويقتله. ووقتها بيتابع بابي الاحداث على التلفزيون، ولما بيشوف ابنه ميت بينهار وبيبكي. وبعدها بيوصل داني البابي وبيسلمه 8 مليون دولار نصيبه من فلوس العمليه، واثناء كلامهم بيجي واحد من رجاله بابي وبيبلغوا ان في مسعفه وظابط في عربيه الاسعاف. وفي نفس الوقت ده بيفوق زاك وبيتكلم مع كيم وبيعرفها انه معاه مسدس وهيحاول يتخلص منهم، لكن كيم بترفض وبتفهمه ان عددهم كبير وان في واحد منهم بيحاول يساعدهم اسمه ويل. وساعتها بيقرر بابي انه ياخد الضابط والمسعفه ويتخلص منهم لانهم عرفوا المقر السري بتاعه واكيد هيبلغوا عنه، لكن ويل بيرفض وبيعرفوا انهم هياخدوهم معاهم، فبيتكلم مع داني وبيهديه وبيفهمه ان بابي ممكن يقتلهم وان كيم كانت بتبلغ الشرطه بتحركاتهم خطوه بخطوه وما تستاهلش انهم يضحوا بحياتهم علشانها، وبيحاول يقنعه انهم ياخدوا الفلوس ويمشوا، لكن ويل بيتعصب عليه وبيعرفه ان الموضوع مش هيخلص بسهوله وان الشرطه هتقبض عليهم، وعشان كده مش هيمشي الا والمسعفه والظابط معاه، وبيمثل داني انه هيتخلى عن ويل وبيعرفه انه هياخد نصيبه ويمشي، لكن فجاه بيدي اشاره لويل وبيهجموا على رجاله بابي وبيخلصوا عليهم كلهم،
وفي نفس الوقت ده بتقعد كيم في العربية وبتوجه السلاح ناحية الباب عشان لو أي حد حاول يهجم عليهم تضربه بالنار. لكن للأسف لما بيروح ويل يطمن عليهم بتضربه كيم بالغلط والطلقة بتيجي في صدره، فبيركبهم داني كلهم في العربية وبيسوق العربية وبيهرب من المكان بسرعة، والشرطة بتطاردهم. وبتحاول كيم انها تخرج الطلقة من صدر ويل، لكن ويل بيكون عارف انه خلاص هيموت، فبياخد جزء من الفلوس وبيطلب من كيم توصله لمراته عشان تعمل العملية. وبيروح داني للمستشفى عشان ينقذ أخوه، ولما بيقف بالعربية الشرطة بتحصره من كل مكان، ورغم انه عارف انه هيتقبض عليه مش بيهتم بحاجة غير انه ينقذ حياة أخوه. وبيمسك كيم وبيصوب السلاح على راسها وبيهدد الشرطة انه هيقتلها، لكن ويل بيحاول ينقذ كيم وبيضرب نار على ايد داني عشان يجبره يسيبها، لكن الطلقة بتيجي في صدره بالغلط وبيقع على الأرض. وقبل ما يموت بيعتذر لويل لأنه ورطه في كل ده، وبتحاول كيم تساعده وبتقول للشرطة انه ساعدهم وانقذ حياة زاك، وبتطلب منهم ينقلوا للمستشفى فورا. وبعدها بتيجي ايمي وبتسيب لها كيم الفلوس في عربية الاطفال بتاعت ابنهم وبتمشي. وبيروح كلارك لزاك عشان يحقق في اللي حصل، ولما بيسألوا مين اللي ضرب عليه نار بيرد عليه زاك وبيعرفه ان ويل ساعده وانقذ حياته. وفي النهاية بيطلع ويل براءة من القضية وبيعمل العملية لمراته وبيكملوا حياتهم مع بعض. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، عشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.